إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له هاديا مرشدا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله.
Yeah.
لا بقولك المحامي ده نعم
فيها في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى قالت سيدنا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ولكن ما أنا في البدء من أبدع ما تكون أنا جاءت بالشمس يعني أنت يأتي بالشمس دي يعني في التشريح كده عارفين لما واحد يمسك واحد في إيده ويقوم بمشيه كده والتاني سكتت للقيادة زي إيده يمشيه زي ما عايز لحد مثلا ما يطلعوا على مصر قدام الناس مثلا ويقدموا للناس كتبت للقيادة يأتي بالشمس يعني الشمس منقادة لله كتبت للقيادة تعرف أنت تكون الشمس تطلع من الأساسة تعرف تقول يعني للحشرة والرسول صبر في ملاعب ببيتك امشي مين يمشي مين ويسمع كلامك وما يمشيش اللي محتاج بالذي خلق الأرض في يومين
مفيش دور ارض تاني. مش المفروض البرج له عواميد من تحت ولا لا؟ بص فوق كده، ده العواميد بتاعت البرج ده من فوق مش من تحت. قلت له من تحت مفيش حاجه اسمها حاجه عواميدها من تحت، كل حاجه عواميدها من فوق. قال لك لا، ده عن البشر محدش يعرف يعمل كده، انما ربنا جعل عواميد الارض بسميها مش من تحت وجعل فيها رواسي من فوقها قدره الله المطلقه وبارك فيها. لما تبقى الطيران كده وتعدي كده على مصر هذا في طهر، ان الامه اللي ربنا انزلها القران اللي ربنا قال فيها على الارض طهر كفيها بلدها كلها صحراء وجبال ومنطقه، في حين ان الكفار هم اللي عرفوا يعني ايه بركه الارض واستثمروها وبارك فيها. يعني ايه بارك فيها؟ اللؤلؤ ده لعاب، لعاب كذب حد. الحرير ده لعاب دود حشره من الحشرات. العسل ده اخراج حشره من الحشرات. المتر بترمي تفضل 100 سنه تاكل 200 300 واحد من الثمار بتاعتها. بارك فيها، ارض مليانه بركه. قاعدين 100 مسلمين، ركنتوا 100 مسلمين، عشتوا على الكلام من اختراعات الغرب 100 مسلمين، وبارك فيها وتفضل فيها اقواتها. فكروا فيها ازاي؟ لما كانت الكره مطيه على قد ايه؟ انا وحواء كانت 21%. طب لو بقينا 6 مليار بني ادم وقاعدين نتنفس للنهار برضه الاكسجين 21%؟ ده كل حاجه مخدره، خدروا فيها اقواتها. القوم ده اللي من غير كده تتشال. لما السعوديه منعت البترول عن انجلترا في 73 مصانع انجلترا اتشالت. عشان كده اسم الله المقيم اللي من غيره الكون كله صوب الشلل. البترول ده فوق، الكهرباء فوق. تخيل لو ربنا شال الكهرباء من البشر، الكره الارضيه كلها تتشال. لو ربنا شال البترول انقوض وفضل فيها اقواتها عشان يجي راجل تتاسد السكان، وعايزين نقلل من السكان، وعايزين نعمل. يا اخوانا ده ربنا بيقول فضل فيها اقواتها. كل مخلوق ربنا خلقه مفضل له قوته، مثل هو بياخد من فضل خلق السماوات والارض وفضل فيها اقواتها في 4 ايام من زمان الاسرائيليين. انتقال النبي بقى حدث اعظم واشد واخطر. ثم استمع الى السماء وهي تقال فقال لها وللارض ائتيا. تخيلوا لما مالك كده والولاة والعمداء واقفين قدامه مسحورين ومرعوبين، فالعسكري يبص للوقت ده هو اركان الحرب دول المفروض اصلا يرعبوا الجيش كله، ازاي واقفين مرعوبين كده؟ ربنا شوفوا بيتكلم السماء والارض، شوفوا بيكلمهم كعبيد ازاي، شوفوا عبودية الكون لله شكلها ايه؟ شوفوا السماء والارض مطيعين لله قد ايه واحنا اللي بنعصي ربنا. فقال لها وللارض ائتيا تعالوا. كان الملك بيستدعي 2 جنود عشان يكلمهم ان هم شرطه، وبيقول لهم هتشيلوها طوعا لو كرها، ائتيا طوعا لو كرها. قال لها في نفس واحد من شده العبوديه اتينا طائعين. طب هو قالتها بالمسلمه متوقع اتينا طائعتين، طائعتين طائعين ليه؟ لان مش السبب الارض بس اللي طلب، ده كل جبل في الارض نطق، ده كل نجم في الكوكب نطق، ده كل بحر ونهر وماء وذره في الكون كله نطق وقالت اتينا طائعين. مشهد كوني مهيب رهيب، وانت شايف الكون كله بيسبب لربنا. لما نمشي وقت في الشوارع، لما نروح نمشي وقت في بلاد المسلمين ويحس بالاسف وهو ماشي في شوارع يعني بلدنا دي، وشايف المنكرات في البلد كل مكان، اللي ماشيين بيدخنوا، واللي ماشيين بالعربيات وشغالين الاغاني على الصوت، والمتبرجات والفساد والواجهات بتاعت المحلات التي لا يرفض اهلها الا الولدين في المسلمين، محلات نقل 50 نساء عاريه كان هو استقرار، وهو يعلم انها بهذا المنظر محرمه، بهذا المنظر لا تجوز اصلا ان الله يعرض المراه البيت. ويقول لك ده التمثال بيضحك على مين او بيخادع مين؟ والعياذ بالله. حينما نسير في بلادنا سبحان الله وتفتكر كل ذره في الكون وهي بتقول لربنا اتينا طائعين، فهل اتينا طائعين؟
اقول قولي هذا. المفسرين وتشوفها تلاقي واحد بيقول لك كتاب ما كتب الله
You're